بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الناظم رحمه الله: وقد كفى من غير ما اعتباد خبر واحد من الآحاد، والجزم من فرع وشك الأصل، ودع بجزمه لذاك النقل. وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي، وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة. والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ، إن أمكن الذهول عنها عادة إلا فلا قبول للزيادة. وقيل لا إن اتحاد قد علم، والوفق في غير الذي مر رسم، وللتعارض نمي المغير، وحذف بعض قد رآه الأكثر، دون ارتباط وهو في التأليف يسوق بالوفق بلا تعنيف. ما زال المؤلف رحمه الله يتابع الحديث عن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخبار الآحاد، فقال رحمه الله: وقد كفى من غير ما اعتباد خبر واحد من الآحاد. وقد كفى، أي كفى في العمل وظن الصدق، خبر واحد من الآحاد من غير اعتباد. وقد كفى بغير ما اعتباد خبر واحد من الآحاد، أي إن الخبر إذا صدر من واحد أو آحاد من الناس فإنه يكفي في إيجاب العمل بمقتضاه ومدلوله وفي ظن الصدق به، ولا يحتاج إلى انتظار ما يعضده ويقويه ويدعمه. قال رحمه الله: وقد كفى، أي في العمل بغير اعتباد، أي من غير أن يكون هناك ما يعضد ويقوي الخبر، خبر واحد من أخبار الآحاد. إذن متى روي لنا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الخبر من عدل وحكم العلماء بصحته فإننا نعمل به ولا نتوقف حتى يعضده شيء آخر من تعدد رواة أو عمل بعض الصحابة أو استصحاب حال أو أي شيء آخر، بل نبادر إلى العمل به متى ثبت لنا صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خلافا لأبي هاشم الجبائي الذي يقول بأن خبر الواحد إذا كان من شخص واحد فقط فإنه يحتاج إلى أن يتقوى بشيء آخر، كأن يرويه واحد آخر حتى نتمكن من العمل بهذا الخبر. وهذا قول مرجوح، فإن الأحاديث النبوية متى صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب المصير إليها والعمل بها دون انتظار شيء آخر. قال رحمه الله: والجزم من فرع وشك الأصل، أي وقد كفى أيضا في العمل بخبر الواحد دون أن نحتاج إلى اعتباد أو دعم من شيء آخر، الجزم من فرع. فإذا كان هناك راو روى الحديث عن شيخه، وهذا الراوي أو هذا التلميذ جازم لمرويه هذا، فإننا نعمل بهذا المروي. والجزم من فرع، الفرع هنا هو التلميذ الذي يروي عن شيخه. وشك الأصل، قال المؤلف في الشرح إن شك هنا منصوبة، فهي في معنى المفعول معه، أي والجزم من فرع. إذا كان هذا التلميذ جازما بهذه الرواية مع كون شيخه شاكا في ثبوت هذه الرواية عنه أو في كونه
روى هذا الحديث وهذا الخبر لهذا التلميذ فإننا نعمل بخبر هذا التلميذ لأنه جازم بما روى ولأنه عدل موثوق فيما يروي. والجزم من فرع وشك الأصل، أي مع وجود شك في الأصل أي في الشيخ، كون الشيخ يشك أو يتردد في كونه حكى هذا الخبر لهذا التلميذ. والجزم من فرع وشك الأصل ودع بجزمه، ودع أي أترك العمل بهذا الخبر واترك القول بهذا الخبر بجزمه، أي بسبب جزم الشيخ لذاك النقل لذاك الخبر المنقول عنه. فإذا كان الشيخ يجزم بأن هذا الخبر لم يروه بتاتا، فالشيخ يجزم بأنه لم يروي هذا الخبر مطلقا، ثم جاء هذا التلميذ وقال أنا رويته عنك يا شيخ، فيقول المؤلف رحمه الله إننا لا نقول بهذا الخبر ولا نصححه ولا نثبته عن هذا الشيخ، وإن كنا قد نصححه من طرق أخرى عن مشايخ آخرين، ولكن عن هذا الشيخ لا نجزم بأنه قد رواه لهذا التلميذ ما دام أن الشيخ أيضا جازم بنفي ذلك. والجزم من فرع وشك الأصل ودع بجزمه لذاك النقل، أي أترك القول بهذا الخبر واترك العمل بمقتضاه إن كان هذا الشيخ جازما لنفي صدوره عنه. وقال بالقبول شيخ مقتف، وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي، أي الشيخ المقتفي وهو الإمام الباجي رحمه الله أبو الوليد من علماء المالكية، يقول أحتاج إلى شيء من التفصيل هنا، فإن كان هذا الحديث من مرويات الشيخ في الأصل، الشيخ يقول نعم هذا الحديث من مسموعاتي، أنا رويت هذا الحديث ولكن لم أرويه لهذا التلميذ، أو هذا التلميذ لم يحضر درسا لي وأنا أعلم هذا الحديث أو أحكيه، فحينئذ يقول الإمام الباجي رحمه الله نقبل خبر هذا التلميذ عن هذا الشيخ، لأن المقصود إثبات صحة هذا الخبر، والشيخ معترف ومقر بأنه قد روى هذا الخبر، إلا أنه ينفي فقط كونه روى هذا الخبر لهذا التلميذ. فيقول الإمام أبو الوليد الباجي رحمه الله نعم نقبله إن كان أصل الحديث موجودا، أي إن كان هذا الشيخ مقرا بأن هذا الخبر وهذا الحديث من مروياته، ولكن إن كان الشيخ يقول أبدا ما رويت هذا الخبر فإننا لا نثبته عنه، وإن كان هذا الخبر ليس له طريق إلا عن طريق هذا الشيخ فإننا لا نقول به ولا بما دل عليه. يقول رحمه الله وقال بالقبول إن لم ينتفي أصل من الحديث شيخ مقتفي، مقتف أي متبع للحق، ويقصد بهذا الشيخ هنا كما أشرنا الإمام الباجي رحمه الله تعالى. وهذا الحال الذي ذكره هنا في هذه المسألة أن الشيخ قد ينفي أو يتردد في إثبات خبر ما نسب إليه أنه رواه، هذا من أمثلته المشهورة فيما يذكرون ما وقع لسهيل بن أبي صالح رحمه الله، أنه حدث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع شاهد، قضى باليمين مع شاهد، فيكون هناك شاهد واحد فقط مع يمين المدعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. فإذا كان الأمر هكذا ثم نسي سهيل هذا الحديث، وكان هناك من تلامذته ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة هذا كان روى الحديث هذا عن سهيل، لكن سهيلا نسي الحديث ولم يعد يذكره، فلما رواه ربيعة عنه كان وأصبح سهيل حينما يحكي هذا الحديث يقول حدثني ربيعة عني أني حدثته عن أبي
أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أو عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع شاهد. إذن فهو يقول حدثني ربيعة عني، فهو الآن أصبح يروي عن ربيعة عن نفسه وهو سهيل، وهذا كان قد انتشر وشاع بين العلماء في ذلك الزمان ولم ينكروا عليه هذا، فدل على أن مثل هذه الحال تقبل، لأن المرء قد يطرأ عليه النسيان، والمرء قد يروي أحاديث كثيرة ثم ينسى بعضها، فإذا ذكر ببعضها قد يتذكر ولا يتذكر البعض الآخر. إذن في مثل هذه الأحوال نقبل إذا كان هذا التلميذ جازما بأنه قد روى هذا الخبر عن الشيخ، وكان الشيخ مترددا في كونه رواه أو لم يرويه هو، فحينئذ نقبل نظرا لجزم التلميذ برواية هذا الحديث عن الشيخ. أما إذا كان الشيخ جازما بعدم رواية هذا الحديث أصلا فإننا لا نقبل هذا الخبر عنه. ولكن مع ذلك قال رحمه الله وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد للجزم بالمقالة. وليس ذا أي إذا رددنا خبر هذا التلميذ فإن هذا لا يقدح في عدالته، وكذلك إذا قبلنا خبر هذا التلميذ والشيخ لا يذكر روايته لهذا الخبر فإن ذلك لا يقدح في عدالة الشيخ أيضا. فهنا هذا الشيخ يقول أنا لا أتذكر أني رويته، والتلميذ يقول أنت رويت لي هذا الحديث وعلمتني إياه، فكلاهما في موقف، فنثبت العدالة لهما جميعا ونبقيهما على عدالتهما، ولا نقول نظرا لاختلافهما فإن العدالة تنتفي عنهما، بل العدالة ثابتة لهما رغم ذلك. قال رحمه الله وليس ذا يقدح في العدالة، أي ليس هذا الاختلاف بين الشيخ والتلميذ يقدح في عدالة أي منهما كشاهد للجزم بالمقالة، كشاهد أي كما في حالة الشهادة، فلو أن هناك شاهدا شهد بشيء وجاء شاهد آخر شهد بعكس ما شهد به الأول ولم يوجد لدينا مرجح لهذه الشهادة أو تلك فإننا نبقي الاثنين على عدالتهما، ولا نقول نظرا لتناقضهما أو لتضارب شهادتيهما فإن حالتيهما قد اختلفت، إذن فهما مطلوب العدالة، لا نقول ذلك، بل عدالتهما تكون باقية ما دمنا لم نتبين كذب أحد منهما. إذن يقول وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد، أي كالاختلاف الحاصل بين هذا الشاهد وشاهد آخر شهد بما يعارض شهادة الأول. لماذا لا نقدح في عدالتهما بسبب ذلك؟ يقول للجزم بالمقالة، أي لكون كل واحد منهما جازما بما يقوله وبما يشهد به، وهو يعتقد أنه على صواب وصدق فيما يقوله، فحينئذ لا نرد خبر أي منهما ولا نقبل خبر أي منهما عندما يتعذر القبول، فلا نقبل خبر أي منهما، ولكن مع ذلك لا نحكم على أي منهما بفسق أو شهادة زور أو رواية كذب. ومما يستأنس في هذا الصدد كما أشار إليه الشيخ الأمين رحمه الله قصة المتلاعنين، فالمتلاعنان لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل وزوجته فحلف كل منهما الأيمان المعروفة في اللعان، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب؟ هذا الزوج حلف بأن امرأته زنت، والمرأة أنكرت وحلفت على أنها لم تزن، ولا شك أن شيئا من هذين الأمرين قد وقع، فإما أنها وقعت في هذا الفحش وإما أنها لم تقع فيه، فإما أن يكون الزوج صادقا وإما أن تكون المرأة صادقة، ولا يمكن أن يكونا صادقين معا، ومع ذلك فإننا لا نفسق أيا منهما ما دمنا لم نجد مرجحا آخر أو شهادة أخرى تشهد بصدق أحدهما وكذب الآخر. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعدما ولدت هذه المرأة لو كنت أرجم أحدا بدون بينة لرجمتها، لأنه تبين من خلال شكل الطفل
أن هذا الطفل ليس من زوجها الذي لاعنها. إذن فهنا نقول إذا كان كل واحد منهما جازما بمقولته وجازما بشهادته ويعتقد أنه مصيب في ذلك، فإننا لا نقدح في عدالة أي منهما نظرا لكونهما جازمين. أما إذا تبين كذب أحدهما أو أنه تعمد الزور أو الفسق، فحينئذ نرد خبره ونرد شهادته ونقدح في عدالته. قال رحمه الله: وليس ذا يقدح في العدالة كشاهد، أي قياسا على الشاهد. لماذا؟ لأجل الجزم بالمقالة، أي لكون كل واحد منهما يجزم بمقالته وبما قاله ويعتقد أنه صادق في ذلك. ثم قال رحمه الله: والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند إمام الحفظ. الإمام هنا المقصود به الإمام مالك رحمه الله، ولا يختص بقبول هذه الحالات بل معه فيها الجمهور. فقال رحمه الله: والرفع، أي إذا كان هذا الحديث قد رفع من بعض الرواة ووقف في طريق آخر على الصحابي، فإننا نقبل الخبر المرفوع ونقدمه على الموقوف. والرفع والوصل وزيد اللفظ، إذن إذا كان لدينا خبر وهذا الخبر قد رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من وجه ووقف على الصحابي من وجه آخر، أي روي مرفوعا وموقوفا، فإننا نقدم المرفوع بما أن كل واحد منهما عدل. الموقوف على هذا الصحابي رواته عدول، والمرفوع أيضا إلى النبي صلى الله عليه وسلم رواته ثقات عدول، فإننا نقدم هذا الخبر المرفوع نقدمه على الخبر الموقوف، لأن الرفع زيادة. فالموقوف وقف وتوقف على الصحابي، أما الرافع فقد زاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسب الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوقف على الصحابي فقط. إذن نقول مع هذا الرافع زيادة، فنقبل زيادته لأنه عدل عارف بما روى وبما زاد. والرفع والوصل، أي إذا كان هناك أيضا وصل وإرسال لخبر ما، فإننا نقدم الخبر الموصول. الخبر الموصول هو الذي يتصل سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أما الخبر المرسل فيكون فيه انقطاع بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الآخرين، فيكون الصحابي محذوفا مثلا من سنده، كما سوف يأتينا إن شاء الله حينما يقول الناظم رحمه الله: ومرسل قولة من صحب، ومرسل قولة غير من صحب، قال إمام الأعجمين والعرب. سوف نتطرق لمسألة المرسل هناك إن شاء الله. فيقول رحمه الله: إذا كان هناك خبر موصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الخبر قد روي أيضا مرسلا، فإننا نقدم الخبر الموصول لأن الوصل فيه زيادة، الإرسال فيه انقطاع، والوصل فيه إثبات لهذا الذي حذف في الخبر المرسل ففيه زيادة. وبما أن هذه الزيادة من ثقة عدل وراو عدل، فإننا نقبل زيادته فنقدم خبره الموصول على غيره من الخبر المرسل. هذا معنى قوله هنا رحمه الله: والرفع والوصل. ومن أمثلة الخبر المرفوع والذي قيل إنه موقوف كما ذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام. الطواف بالبيت صلاة، هذا الحديث يقولون روي مرفوعا وموقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، فنحن نثبت رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بما أن كلا الإسنادين صحيحان، فإننا نثبت هذا الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونقول إنه مرفوع ونقدم هذا المرفوع على الموقوف. ومما يذكرونه من أمثلة تعارض الخبر الموصول والخبر المرسل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. قالوا إن هذا الخبر روي موصولا وروي مرسلا، فنقدم
الموصولة. وإن كان المرسل أيضا صحيحا، أي نقول إن هؤلاء صادقون في ما ذكروه من طبقات في هذا السند، لكنه لم يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإرسال قد يكون له أسباب ربما سنذكر طرفا منها حينما نأتي إلى مسألة المرسل من النظم إن شاء الله. إذن يقول رحمه الله: والرفع والوصل مقدمان على ما يخالفهما من وقف أو إرسال. وزيد اللفظ، أي كذلك زيادة لفظ في الحديث، مقبولة عند إمام الحفظ. والرفع والوصل وزيد اللفظ مقبولة عند الإمام مالك رحمه الله، ولكن في حالة إن أمكن الذهول عنها، أي عن الزيادة عادة، إلا فلا قبول للزيادة. هذه المسألة الأخيرة هي المعروفة بزيادة الثقة، وهي أن يروي العدل الثقة الضابط العارف حديثا رواه أيضا غيره، لكن هذا الثقة ينفرد بزيادة لم يذكرها غيره، فهذا روى الحديث كما رواه غيره، إلا أنه زاد في الحديث كلمة أو جملة لم يزدها غيره، فهل نقبل هذه الزيادة؟ يقول رحمه الله: عند إمام الحفظ، عند الإمام مالك رحمه الله، نقبل هذه الزيادة إن كان من الإمكان غفلة غير الزائد عنها في العادة. ومما يمثل له ومما يمثل به لهذه الزيادة، أي زيادة الثقة، ما رواه الإمام مالك رحمه الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين. فهذا الحديث رواه الإمام مالك رحمه الله عن نافع رحمه الله، وروى غير الإمام مالك هذا الحديث عن نافع كأيوب السختياني وكذلك عبيد الله ابن عمر أحد الفقهاء السبعة. هؤلاء رووا الحديث أيضا عن نافع رحمهم الله، ومع ذلك لم يزيدوهم كلمة من المسلمين في الأخير، وإنما اقتصروا على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى. فهل نقبل هذه الزيادة التي زادها الإمام مالك رحمه الله؟ فالإمام مالك هل هو ثقة عدل؟ بالتأكيد نعم، فنقبل زيادته كما هي القاعدة هنا. إذن زيادة الثقة مقبولة عند إمام الحفظ، لا سيما إذا كان الذهول عن هذه الزيادة ممكنا، إذا كان الذهول عنها ممكنا عادة عند هذا الذي لم يزدها، فنقبل هذه الزيادة. ولكن إذا جئنا في حكم المحدثين فإنهم قد ينسبون هذه الزيادة إلى الشذوذ، وربما كرفوها ولم يقولوا بها، وهذا أيضا قد يرجع كما يقول بعضهم إلى طبيعة كل زيادة، فكل زيادة قد ينظرون إليها في نفسها هي، هل هذه الزيادة بقرائنها يمكن أن تقبل أو لا يمكن أن تقبل؟ فقد لا نطلق القول بقبولها، وقد لا نطلق القول بردها، وإنما ننظر إلى كل زيادة على حدة. وهناك تفاصيل يذكرونها في ذلك، ومنها أن هذه الزيادة إذا كانت مخالفة لروايات غير الزائدين فإنها لا تقبل، أما إذا لم تكن مخالفة فإنها تقبل، وهناك أمثلة تذكر في ذلك يرجع لها إلى كتب علوم الحديث. إذن في قول الإمام مالك رحمه الله هنا في هذا الحديث من المسلمين، إذا أثبتنا هذه الزيادة فإننا سنثبت أن صدقة الفطر إنما تعطى عن المسلمين فقط على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى، من المسلمين. فلو كان لدى المرء خادم أو خادمة غير مسلمة فإنه لا يخرج عنها زكاة الفطر، لأن الحديث جاء بهذا التقييد من المسلمين. أما إذا لم نأخذ بهذا القيد فإننا نقول يخرج عنها أيضا زكاة الفطر بما أنها أنثى، لأن الحديث يشملها. إذن هذه من فوائد القول بقبول هذه الزيادة أو عدم قبولها. قال رحمه الله: والرفع والوصل وزيد اللفظ
مقبولة عند إمام الحفظ إن أمكن الذهول عنها عادة، أي إذا كان من الممكن أن يغفل هذا الذي لم يجد هذه الكلمة عنها. فمثلا إذا كان هناك مجلس واحد فقط، فجاء هذا من أول المجلس وهذا تأخر عن أول المجلس فجاء في الأخير، ثم ذكر الذي جاء من أول المجلس ما لم يذكره المتأخر، فإننا نقبل خبر المتقدم لأنه حضر ما لم يحضره الآخر. إذن ففي مثل هذا نقبل خبر الزائد ولا نرده. أما إذا كان جميعا معا وكان منتبهين ثم انفرد أحدهما بزيادة، لا سيما إذا كان هذا المنفرد عدده أقل، هو واحد مثلا وعدد الذين لم يزيدوا أكثر، فحينئذ قد لا نقول بهذه الزيادة. إذن يقول رحمه الله: إن أمكن الذهول عنها عادة. ومن أمثلة ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه لما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم ركع ركعتين مقبلا بهما وجهه وقلبه، مقبلا بهما على الله وجهه وقلبه، فقد أوجب. قال: ما أحسن هذا الحديث. فقال له رجل في جنبه، ثم اكتشف فيما بعد أنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول: ما فاتك أحسن. فقال: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له 8 أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. فهذا أسهل من الأول، فإنك إذا توضعت على مقتضى الحديث الأول عن عقبة وهو لم يدرك أول الحديث، فعقبة هذا الأجر وهذا الفضل الذي أثبته حديثه إنما يتحقق بعدما يركع المؤمن الذي توضأ فأحسن الوضوء، بعدما يركع ركعتين ويكون في هاتين الركعتين مقبلا كليا على ربه غير غافل عن صلاته. أما حديث عمر رضي الله عنه فلا يحتاج إلى هاتين الركعتين، وإنما يكفي أن تتوضأ وتحسن الوضوء ثم تذكر هاتين الشهادتين، فيتحقق لك هذا الموعود من فتح أبواب الجنة 8 تدخل من أيها شئت. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك. إذن هذا زيادة، هذه زيادة ذكرها عمر رضي الله عنه ولم يذكرها عقبة، لأن عقبة لم يكن حاضرا أثناءها، ففي مثل هذا نقبل الزيادة لأنه من الممكن أن يكون ذاهلا عنها لعدم حضورها أثناء ذكرها. وكذلك لو كان الحديث ذكر في مجلسين مختلفين فزاد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس ما لم يزد في غيره، فإذا روى من شهد الزيادة ما لم يروه من لم يشهد مجلس الزيادة، فإننا نقبل رواية الزائد لأن المجلس يختلف. فهذا المجلس ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه هذه الجملة وذاك المجلس لم يذكر فيه تلك الجملة، فنقبل خبر الزائد لهذه الجملة لأنها صحيحة ولا تقتضي ردا أو تكذيبا للراوي الآخر. نحن ندرس هذه المسائل هل تقبل أو لا تقبل في إثبات الأحكام الفقهية، فإن الحديث إذا جاء هكذا وكان يتضمن حكما فقهيا فهل نقبل هذا الحديث ونعمل بما دل عليه وبما تضمنه من فقه أو لا نعمل به؟ من هنا تأتي أهمية معرفة مثل هذه المسائل، ليس أننا نتدخل ونتطفل على المحدثين، هذا يقبل هذا لا يقبل هذا يرد، لا لسنا نتطفل، وإنما نريد أن نعرف حينما ننظر إلى الأحاديث ونرى اختلافا بين الموصول والمرفوع واختلاف بين الموصول والمرسل واختلافا بين المرفوع والموقوف، فحينئذ نعرف هذا الخلاف أو هذا الاختلاف هل نعمل بالأحكام التي وردت في هذه الأخبار وهذه الأحاديث أو لا نعمل بهذه الأحكام ولا نثبتها فقها. فطالب العلم وطالب الفقه يحتاج إلى أن يعرف مثل هذا حتى يعرف كيف يرجح بين الأحاديث والأخبار عند ظهور التعارض فيها على مثل هذه الأحوال. إذن يقول رحمه الله: إن أمكن الذهول عنها عادة،
إلا أي إن لم يمكن الذهول والغفلة عن مثل هذه الزيادة في العادة فلا قبول للزيادة، حينئذ لا نقبل الزيادة. ثم قال رحمه الله: وقيل لا إن اتحاد قد علم والوفق في غير الذي مر رسم. وقيل لا إن اتحاد قد علم، أي قال الإمام الباجي رحمه الله، أي قيل في المسألة، ليس الإمام الباجي ولكن قيل، هذا ذكر عن بعض علماء المالكية. وقيل لا، أي لا نقبل هذه الزيادة إن اتحاد قد علم. إذن هذا تفصيل في المسألة، يقول إذا كان المجلس واحدا فإننا لا نقبل بالزيادة سواء أمكن الذهول أو لم يمكن الذهول. إذن هذا فيه فرق بينه وبين القول السابق. القول السابق يقول إن كان المجلس واحدا وأمكن غفلة غير الزائد عن الزيادة فإننا نقبل الزيادة، وهذا القول الثاني أو الأخير يقول لا، بما أن المجلس واحدا سواء أمكنت الغفلة أو لم تمكن الغفلة فإننا لا نقول ولا نقبل بهذه الزيادة. إذن وقيل لا، أي لا نقبل هذه الزيادة إن اتحاد قد علم، أي إن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الخبر في مجلس واحد فقط، فالمجلس متحد وليس أنه ذكره في مجالس متعددة، فحينئذ لا نقول بهذه الزيادة ولا نأخذ بما دلت عليه من أحكام فقهية زائدة. وقيل لا إن اتحاد قد علم، لكن في حال علم عدم اتحاد المجلس بأن علمنا أن الحديث جاء في مجالس متعددة فإننا نقبل هذه الزيادة من الزائدين. وكذلك إن لم نعلم هل هذا الحديث في مجلس واحد أو في مجالس متعددة، إذا كنا إذن لا نعلم ذلك فإننا نقبله. إذن حالة الرد هنا إنما تقتصر فيما إذا علمنا بكون هذا الحديث رواه النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر به في مجلس واحد فقط ولم يكرره في مجلس آخر، فإذا علمنا ذلك وتبيننا ذلك وزاد واحد على الآخرين فإننا لا نقبل زيادته. لكن إذا جهلنا تعدد المجلس من عدمه أو علمنا أن المجلس كان متعددا فحينئذ نقبل هذه الزيادة. قال رحمه الله: وقيل لا إن اتحاد قد علم والوفق في غير الذي مر رسما، أي الاتفاق والوفق، أي الاتفاق في غير ما مر من الأحوال رسما، أي كتب في كتب الأصول. فهناك اتفاق على أن الزيادة إذا كانت ناشئة عن مجلسين مختلفين فإنها تقبل. كذلك إذا تبين أن هذا كان غائبا عن الزيادة ثم حضر في آخر الحديث فإننا أيضا نقبل الزيادة في هذه الحال، لأننا تبين وعرفنا أنه لم يكن حاضرا أثناء هذه الزيادة فكأنه في مجلسين مختلفين، لأنه حضر في الأخير فقط ولم يحضر في الأول. إذن حضر آخر المجلس ولم يحضر أول المجلس، فهناك حالتان مختلفتان، فهذا أشبه بالمجلسين المختلفين، فحينئذ نقبل زيادة الزائد كما مثلنا في حديث عمر وعقبة رضي الله عنهما. أما في الأحوال الأخرى التي ذكر فيها الخلاف فكما قال رحمه الله. ولكن إذا جئنا إلى علم المصطلح فإننا نعرف أنهم يقولون إن الشاذ هو ما رواه ثقة مخالفا لمن هو أولى منه، فإذا كان هناك ثقة روى حديثا وخالف في هذا الحديث ما رواه غيره من الثقات فإن هذا يكون شاذا ولهم أحكامهم الخاصة في مثل هذه الأخبار. إذن الكثرة أحيانا قد تغلب الشجاعة، إذا كان الرواة كثيرين فقد يغلبون العدل الواحد المخالف لهم. قال رحمه الله: ورب وللتعارض نمي المغير وحذف بعض قد رآه الأكثر. وللتعارض نمي المغير، يقول إذا كان هناك زيادة
أو اختلاف في ضبط الكلمات أو زيادة بعض الكلمات في الحديث، وهذه الزيادة أو هذا الاختلاف أدى إلى تغير في الإعراب، فحينئذ الجمهور يقولون إن هذا متعارض. على سبيل المثال، إذا أخذنا حديث زكاة الجنين زكاة أمه، فإن هذا الحديث روي بالرفع زكاة الجنين زكاة أمه، فالشاة إذا ذبحت وكان في بطنها شاة أخرى جنين، فهل نذبح هذه الشاة الجنينة أو نقول إن زكاة أمها كافية لها فنأكلها بدون أن تذبح هي؟ فقال صلى الله عليه وسلم زكاة الجنين زكاة أمه، برفع زكاة الثانية زكاة أمه، وفي بعض الضبط زكاة الجنين زكاة أمه، زكاة بالنصب. فيقولون هنا إذا قلنا برواية الرفع فإن الجنين يجوز أكله تبعا لزكاة أمه، زكاة الجنين زكاة أمه، أي الذي يطهرها ويحل أكلها، أي هذه الشاة التي كانت جنينا هذه صغيرة، الذي يحل أكلها هو ما أحل أكل أمها، إذن أمها الذي أحل أكلها هي الزكاة والذبح، فالذبح الذي أوقع في أمها كاف لهذه الشاة الجنين، زكاة الجنين زكاة أمه. ولكن إذا قرأنا بالنصب زكاة الجنين زكاة أمه على النصب، فإننا نقول زكاة الجنين تكون مثل زكاة أمها، زكاة الجنين تكون مثل زكاة أمه أي أم الجنين. فهنا نقول إذن نزكي الجنين أيضا كما زكينا أمه، زكاة أمه. إذن لما اختلفت الحركات اختلف المعنى، فهنا ماذا نقول؟ هل نقول بأننا نذبح الجنين أيضا أو نكتفي بذبح الأم كما في القاعدة التابع تابع؟ فحدث الخلاف. فعلى هذا القول كما ذكر هنا رحمه الله، وللتعارض نم المغير، فإذا كان هذا يغير الإعراب فإننا نقول إنهما متعارضان، فحينئذ لا نقبل بالمغير للإعراب. إذا كان هذا الخبر الذي غير الإعراب أدى إلى اختلاف في الحكم فإننا لا نقبله، أما إذا لم يؤدي إلى اختلاف في الحكم فإننا نقبله. قال رحمه الله وللتعارض نم المغير، أي نسب المغير للإعراب، فالكلمة أو اللفظ الذي زيد في الكلام وأدى إلى تغيير في إعراب الكلام هذا لا نقول به. ويقولون أيضا في مثال افتراضي، إذا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر، صاعا من تمر، فإذا زدنا كلمة نصف صاع، نصف صاع، بدل أن يكون صاعا على النصب نقول نصف صاع الآن صار مضافا إليه، فهذا غير في العدد بزيادة كلمة النصف، نصف صاع. فهنا بما أن هذا التغيير قد جاء فإننا نقول إنه معارض لأصل الحديث فلا نقبل بالمغير للإعراب، هذا عند الجمهور كما حكاه هنا رحمه الله. إذن وللتعارض نم المغير، فمتى كان في زيادة هذا اللفظ تغيير لإعراب أصل الحديث فإننا لا نقول بهذا الزائد المغير للإعراب، ولا نقول بما دل عليه من حكم زائد، فلا نقول بلزوم تذكية الجنين بناء على رواية النصب زكاة أمه، بل نقول إن زكاة الأم كافية في زكاة الجنين بناء على رواية الرفع، إذا اعتمدنا أن هذه الرواية هي الأصل. إذن قال رحمه الله وللتعارض نم المغير، وحذف بعض قد رآه الأكثر
أي في مسألة أخرى يجوز حذف بعد الحديث، فإذا كان الحديث طويلا وجئنا نذكره فيجوز لنا أن نقتصر على بعضه فقط إن لم يكن هذا البعض مرتبطا بالمحذوف أو بالمتروك. فإذا كان بينهما ارتباط لا يجوز لنا أن نترك المحذوف بل نذكره جميعا. أما إذا لم يكن بينهما ارتباط كما قال رحمه الله دون ارتباط، وحذف بعض قد رآه الأكثر، أي حذف بعض الحديث رآه وجوزه وأساغه وسوغه الأكثر أي الجمهور دون ارتباط، أي بشرط أن لا يكون هناك ارتباط بين هذا المحذوف وبين المثبت. فكما مثلوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته، إذا سئل شخص عن أكل لحم السمك، إذا أخرج شخص سمكة من البحر هل يجوز أكلها؟ فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته، إذن ترك هو الطهور ماؤه وأتى فقط بالحل ميتته، فاقتصر على بعض الحديث وحذف البعض الآخر. وإذا سئل هل يجزئ الوضوء من ماء البحر فيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه، وحذف بعض أي حذف بعض الحديث رآه جوزه الجمهور، والذين يمنعون يقولون لا يجوز ذلك لأن هذا المحذوف قد يكون له ارتباط ولو بشكل خفي بالمذكور، فإذا حذفناه قد نفوت بعض الفوائد. ولكننا نقول إنما الحذف يكون حين نتبين أن لا ارتباط بينهما، أما إذا تبين أن هناك ارتباطا فحينئذ لا نسوغ الحذف كما قال هنا رحمه الله وحذف بعد قد رآه الأكثر دون ارتباط. وكذلك حديث إنما الأعمال بالنيات قد نتوقف هنا، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولا نحتاج إلى سرد جميع الحديث. ولو كان يلزم كل من بدأ حديثا أن يذكره جميعا لكان هناك شيء من الإحراج والتشديد، فإن المرأة يريد أن يحتج بجزء من الحديث فنسوغ له ذلك ما دام هذا الذي ذكره لا يرتبط بكلام آخر. أما المرتبط مثل له بنحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل. فلو قلنا لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق وسكتنا دون الاستثناء فحينئذ لا يكون الحديث تاما. وكذلك في كل خبر فيه استثناء فالمستثنى يكون له صلة ويكون مرتبطا بالمستثنى منه، فمتى وجد مستثنى أو متى وجد مخصص متصل من شرط أو غاية أو بدل بعض كما أسلفنا فإننا نقول لا بد من ذكر الحديث كاملا لأنه مرتبط ببعضه. أما إذا لم يكن مرتبطا بهذا الشكل فإنه يجوز له أن يأتي بجزء الحديث ويترك الجزء الآخر. قال رحمه الله وهو في التأليف أي حذف بعض الحديث في التأليف أي في الكتب يجوز بالوفق بلا تعنيف، يجوز باتفاق بلا تعنيف بدون أي تشدد وبدون لوم أحد. وهو في التأليف يسوغ بالوفق بلا تعنيف ولكن دائما بشرط الذي ذكرناه دون ارتباط. إذن هذا الجواز في الكتب الحديثية وفي الأخبار المدونة إنما هو عند عدم وجود الارتباط، أما عند الارتباط فلا يجوز سواء كان في الكتب أو في غير الكتب. والله تعالى أعلم.